طموحك بالنسبه لمكاتب الصرف؟ اليوم المواطن يتساءل شو هي المبررات لعدم فتح مكاتب صرف؟ ما كانش طلب. اذا كان عندك كاين نصوص تقول ها من القواعد اللي فتح هذاك مكاتب الصرف اذا كان تستوفي شروط فانا مستعد نعطيك. ايش هي الشروط؟ لا مش حافظها. شوفي كاين في السيت نتاع لا بنك دالجيري كاين التنظيمات وهذا وتنص توضح واش الشروط واللي انا يستوفي الشروط نعطيه له التسجيل. ما كانش طلب. اذا كان غدوه راح يجيب اذا كان تستوفي الشروط تدخلي في السيت تاع لا بنك دالجيري تشوفي باللي ولا شوفي مع الديريكسيون تاع الكونترول دو شونج تقول لك ها واش القواعد ها مش لازم واذا كان تستوفي الشروط انا نعطي لك هذا.